مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية ببرنامج مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لقاءات الجولة الثانية إياب اللي باش تنطلق اليوم الجمعة. كما تعرفوا نهار السبت موعد الجلسة العمل العادية بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم، هذاك علاش تم برمجة المباريات على دفعتين الجمعة والأحد. الجمعة 10 ماي اليوم الاتحاد المنسيري يواجه النادي الإفريقي بإدارة الحكم عامر شوشان، وعلى مستوى تقنية الفار سيكون أيمن النصري، والنادي الصفاقسي يواجه الملعب التونسي بإدارة الحكم محرز المالكي، وعلى مستوى تقنية الفار يسري بوعلي. يوم الأحد 12 ماي 5:30 ترجي رياضي تونسي في رادس يستضيف النجم الساحلي بإدارة الحكم حسام بولعرايس، وعلى مستوى تقنية الفار سيكون جلال الحساني. نعطيكم فكرة عن الترتيب والوضعية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مجموعة التتويج: الترجي في الصدارة 14 نقطة، يليه الملعب التونسي والاتحاد المنسيري لكل فريق 9 نقاط، ثم النادي الصفاقسي نجم الساحلي لكل فريق 8 نقاط، والنادي الإفريقي في المركز السادس ب 7 نقاط. بالحديث عن النادي الإفريقي في بلاغ صادر عن الفريق على صفحته على الفيسبوك، أكد فيها وأنه بعد اجتماع هيئة الحكماء تقرر قبول استقالة السيد يوسف العلمي وإسناد مهمة رئاسة النادي الإفريقي بكافة الصلاحيات القانونية إلى نائبه هيكل دخيل إلى غاية موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي يوم 7 جوان القادم. في مجموعة تفادي النزول أيضا، المباريات ستدور على دفعتين الجمعة 10 ماي اليوم القوافل الرياضي بقفصة مستقبل سليمان بإدارة الحكم أحمد الدوادي، ويوم الأحد 12 ماي مستقبل المرسى نجم المتلوي بإدارة الحكم أمير الوصيف، واتحاد بن قردان يستضيف النادي البنزرتي بإدارة الحكم مجدي بلغة، والأولمبي الباجي اتحاد تطاوين بإدارة الحكم الصادق السالمي. الوضعية في مجموعة تفادي النزول: النادي البنزرتي 21 نقطة، الأولمبي الباجي اتحاد تطاوين لكل فريق 18 نقطة، نجم المتلوي اتحاد بن قردان لكل فريق 15 نقطة، القوافل الرياضية بقفصة في المركز السادس ب 13 نقطة، ومستقبل المرسى في المركز السابع ب 9 نقاط. في بطولة الرابطة المحترفة الثانية أيضا، المباريات ستدور على دفعتين الجمعة 10 ماي. في المجموعة الأولى انطلاق من الساعة الثالثة ظهرا، سبورتينغ بن عروس المرجان الرياضي بطبرقة بإدارة الحكم حسني النيلي. في المجموعة الثانية اليوم كرم المهدية الملعب الجابسي بإدارة الحكم أنور العكروتي، نصر جلمة سبورتينغ المكنين بإدارة الحكم سفيان قطات، مستقبل جابس يستضيف مستقبل الرجيش بإدارة الحكم نعيم حسني، الترجي الجرجيسي الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين بإدارة الحكم وليد العوني، ويوم الأحد 12 ماي بقية مباريات هذه الجولة. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، في المجموعة الأولى شبيبة العمرة نادي حمل الأنف، مستقبل وادي الليل جندوبة الرياضية، نادي القربي نجم الراتسي، هلال مساكن جمعية ريانة، الشبيبة القيروانية أمل حمصوسة، وفي المجموعة الثانية نهار الأحد هلال الشابة محيط قرقنة، والأمل الرياضي بجربة ميدون يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد. تعيين مباريات الدورة الثمانية النهائي لكأس تونس اللي باش تكون يومي أو على ثلاثة دفعات، يوم الجمعة 17 ماي البداية بمباراة القلعة الرياضية بقفصة يستضيف الملعب التونسي والنادي القربي النادي الإفريقي، يوم السبت 18 ماي الأهلي الصفاقسي يستضيف النجم الساحلي، ويوم الأحد 19 ماي بقية مباريات الدورة الثمانية النهائي لكأس تونس: محيط قرقنة مستقبل المرسى، الاتحاد المنستيري مستقبل جابس، تقدم الرياضي بسقية الدائرة النادي البنزرتي، الأولمبي الباجي الأمل الرياضي بجربة ميدون، سبورتينغ بن عروس شبيبة العمران. من كرة القدم إلى كرة السلة، لقاءات الجولة الأولى إياب من الدوري الإفريقي بال بدكار. الاتحاد المنستيري أخيرا يهتدي إلى الانتصار وحصد أول ثلاثة نقاط في مشواره في هذه المجموعة بعد الانتصار البارع على الجيش الرواندي 83 مقابل 70 للاتحاد المنستيري. غدا في 6:30 مساء الاتحاد المنستيري سيواجه ديوان السنغالي، ويوم الأحد 12 ماي في 6:30 الاتحاد المنستيري ريفرز النيجيري. نذكر وأنه هذه الجولة الأولى إياب اللي انتصر فيها البارح الاتحاد المنستيري على الجيش الرواندي، لأنه في ثلاثة جولات الأولى انقاد للهزيمة الاتحاد المنستيري أمام الجيش الرواندي، ديوان السنغالي وريفرز النيجيري. نعطيكم الوضعية في هذه المجموعة: ريفرز النيجيري في الصدارة ب7 نقاط، ثم يليه في المركز الثاني الجيش الرواندي ب6 نقاط، معاه ديوان السنغالي بنفس الرصيد من النقاط 6 نقاط، والاتحاد المنستيري في المركز الرابع ب5 نقاط. بالحديث عن كرة السلة، تعيين مباريات مجموعة تفادي النزول لقاءات الجولة الأولى اللي بشدور غدا السبت 11 ماي، الزهرة الرياضية اتحاد الأنصار، نجم حلق الوادي النجم الساحلي، وشبيبة المنازة يواجه الدالية الرياضية بجرومباليا.
في كرة اليد الموعد البارح كان مع الجولة الأولى بالنسبة لبطولة المرحوم الهادي مالك بالمهدية مواليد 2006-2007. منتخبنا الوطني التونسي فاز في المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى على منتخب بولونيا ب 24-19. في المباراة اللي سبقت المباراة هذه فرنسا فازت على المجر 30-29. اليوم منتخبنا الوطني التونسي انطلاقا من الساعة 6 مساء في المهدية سيواجه المنتخب الفرنسي، وفي الرابعة المجر تواجه بولونيا، ويوم الغد السبت انطلاقا من 6 مساء منتخبنا الوطني التونسي يواجه المجر، وفي الرابعة منتخب فرنسا يواجه منتخب بولونيا. بالنسبة لبطولة النخبة لكرة اليد مباراية دور النصف النهائي ذهاب للبطولة الوطنية نهار السبت 6 متاع العشية نجم الساحلي النادي الإفريقي، ونهار الأحد 4 متاع العشية مكارم المهدية يواجه الترجي الرياضي التونسي. في كرة المضرب الموعد اليوم انطلاقا من الساعة منتصف النهار مع الدور الثاني من بطولة روما لكرة المضرب من فئة 1000 نقطة التونسية أنس جابر المصنفة 9 عالميا ستواجه الأمريكية صوفيا كينان المصنفة 58 عالميا. باش نختم فلاش سبور بالدوري الأوروبي، وتعرفنا على طرفي الدور النهائي اللي باش يدور في أفيفا ستاديوم بإيرلندا يوم الأربعاء 22 مايو الجاري. سيجمع نادي أتلانتا بباير ليفركوزن الألماني. أتلانتا بعد الفوز إيابا البارح على مارسيليا ب3-0، وباير ليفركوزن بعد التعادل مع روما اللي كانت خذات الأسبقية 2-0، لكن باير ليفركوزن دون هزيمة إلى حد الآن 2-2 يعادل النتيجة، ويصعد للدور النهائي لمواجهة كما قلت أتلانتا يوم الأربعاء 22 مايو. مواعيدنا الرياضية أكيد تتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اليوم من خلال رياضة وأهداف ونقل مباشر لمباريات الجولة الثانية إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بمجموعتيها مجموعة تتويج وكذلك مجموعة تفادي النزول. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.